بسم الله، النهارده هنتكلم على كومبوزيت ستراكشر. ايه الموضوع دلوقتي؟ انا لما باجي ارسم وول او فلور او السلاب، بلاقي ان انا ممكن اختار الماتيريال عنصر واحد، تمام؟ يعني مثلا اختار كله مثلا بلاستيك او كله مثلا ساند، او ممكن ابدا اختار مجموعه من الماتيريال، تمام؟ ممكن انا اكون عايز اغير الاختيارات اللي هنا، او عايز احط ماتيريال جديده، تمام؟ فباجي هنا من اوبشن واروح لإليمنت اتريبيوت كومبوزيت، بلاقي هنا ان الماتيريال هي موجوده، كل ماتيريال موجوده، المواصفات بتاعتها بتتكون من ايه، تمام؟ ممكن انا اعمل واحده جديده واقول له دوبليكيت واديها الاسم اللي انا عايزه، تمام؟ اي اسم، اوكي. وابدا اظبط الماتيريال بتاع كل واحد فيهم، يعني كل واحد فيهم مثلا دي مثلا فيها كذا ماتيريال جواها، فكل واحده فيهم بقول له مثلا اول طبقه ديت انا عايز الماتيريال بتاعتها تكون كونكريت مثلا، عايز اللون بتاعها اختار لها اللون بتاعها، اختار لها هيبقى شكلها ازاي، الخطوط هتبقى عامله ازاي، السمك بتاعتها، وفي الاخر بيجيب لي التوتال سيكنس بتاعت الحائط كلها او بتاعت السلابة او بتاعت السقف. يعني ممكن اقول له انا عايز ديت تبقى خاصة بالحوائط بس، او خاصة بالحوائط وبرضو الارضية وبرضو السقف. يعني ما دام انا ثلاثة متعلمين عليهم او الاربعة متعلمين عليهم، خلاص يبقى كل دول هيشتغل معاهم ال 215 بلوك انستورد كافيتي، تمام؟ ممكن انت تكون عايز تزود سكين كمان، وتبدأ تشوف انت هتديله السيجنس بتاعه قد ايه، هيكون مثلا 12، تمام؟ وده التوتال بتاعي، تمام؟ اوكي. لما تيجي تدخل في الول، اجي هنا اقول له انا عايز حاجة، اللي ظهرت معايا هيت، تمام؟ وده السمك الاخير بتاعي اللي هو 414، اجي ارسم بيه عادي، اقول اخد الشيفت الاقي دي الحوض بتاعي بالسيكنس اللي احنا لسه مختارينه مع بعض.